السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. عندنا هنا النهاردة هنعمل حاجة بسيطة، يعني عايزين نعمل ديكور كده على الحيطة، ديكور بسيط. دي كرتونة قديمة كان عليها قبل كده نشاط لابني وكده. فالمهم انا عاوز ايه، انا عاوز الجهة دي بالالوانات بتاعتها. فعندي دلوقتي 3 برطمانات اهو، ماشي يا حبيبي. هقوم جاية عاوزة الجزء اللي هو الجزء ده كده، يعني انا هقوم جاية بالقطر واقوم عاملة كده اهو زي ما انتوا شايفين. واكمل الدوران ده كله. طبعا ايه، تبقى في اجزاء كده مش مظبوطة، لازم ان انا ايه اظبطها. وان شاء الله الاثنين دول هيتعملوا بنفس الطريقه. بعد كده يا حبايبي هقوم جايبه البرطمانات اهي، واقوم لازقهم كلهم ايه في بعض الثلاثه. شايفين يا حبيبي؟ اهو كده انا ثبتت الثلاث ايه برطمانات معايا اهو، ماشي. بعد كده يا حبيبي اقوم جايبه حته كرتونه، ودي برضو ورقه. دي اصلا كان دي في القص كان دي قاعده تورتايه، والايه والعلبه بتاعتها الفاضيه اهي. فانا قلت ايه اجيب حته واقوم لازقها على الكرتونه عشان عايزه اعملها قاعده الايه للبرطمانات اللي معايا اهو. نلزق بعد كده اهو، الزق كويس عشان هقوم دلوقتي. بعد كده يا حبايبي دي اهي هقلبها كده وابدا احدد بالقلم الدوائر بتاعتي عشان اوصلها قاعدة للبرطمانات. بعد ما حددنا اهو، مش مغمقاهم قوي يعني عشان ما يبانوش الخطوط. بعد كده هقوم قص ايه الدوران بتاع ايه كرتونة اهو بتاع البرطمانات عشان وايه وانا بلزق الايه البرطمانات. بعد كده يا حبايبي المرحله اللي بعد كده هقوم جايه لازقه دول هنا كده اهو. حط اللزق اهو، واقوم لازق ايه، احاول اثبت البرطمانات كده يبقوا مظبوطين. ايوه الزق البرطمانات اهم على ايه، على القواعد بتاعتهم، على القاعده بتاعتهم اهي، ماشي يا حبايبي. المرحله اللي بعد كده حبايبي، المرحله اللي دي ده قماش الجوخ. ولو على فكره لو في اي قماش موجود عندنا في البيت، والله لو كان في موجود عندي كنت حطيته وكنت وفرت ده كمان. فهنقوم جايين لفينه كده، يعني اي قماش متاح، مش شرط قماش معين، افهم اي حاجه متاح. واقوم جاي لفها داير ما يدور هنا كده، الزقها على البرطمانات. مش مهم اللي هي تتملى كلها من هنا على فكره، لان دي الحته دي الحته اللي هي هتتلزق فين في الكرتون. هنزق بقى من هنا كده كل داير ما يدور لغاية ورا. كل ده هيضغط
شايفين يا حبايب ان بعد ما لزقتها كده من هنا وهنا كده وجايب المقص من تحت كده ومقطعها حتت كده، شايفين؟ عشان لما اتنقل تحت والزقها لتحت متكلكعش معايا. ماشي. بعد كده بعد ما حطينا الشمع اهو نبدأ ده كده كويس، جبت انا كويس كده وده كده كويس اهو، نبدأ نقلب ده كده، ايوه اهو، وده هنا كده اهو. الجزء ده كله هيتنق من هنا كده. بعد كده اهو ده كده برضو القماشة مقصرة بس من الجهة اللي ورا، مش مشكلة ان هي كده كده لو كده هتعمل عندي كده كده ايه، مش هتبوظ الشكل، لان ده الجزء ده هو اللي هيبقى ايه جهة الكرتون. هقول لكم دلوقتي يبقى ازاي. بعد كده هقوم جاي لسقه برضو ورق دي اهي، واقوم لسقه هنا كده بالايه بالقعدة بتاعتها. هسيبها تنشف معايا كده يا حبايبي. هقوم جايه دي اهي اتلزقت خلاص تحت اهي، هقوم جايه لازقه دي هنا كده، شايفين؟ هلزق دي هنا كده الجزء ده كده، نحط الشمع هنا اهو. المرحله اللي بعد كده دي ديكور، يعني في مثلا في حجره في حاجه في الحمام، لان دي انا هعمل دي كده، هعمل المرايه دي، هنسق المرايه دي كده ودي كده اهي، فاهمين؟ اهي دي بقى يتحطي لو هي في الحمام، يتحطي مثلا فيها فرش، فيها فرش اسنان، مش حاجات خفيفة كده يعني في الحمام. ودي كده تتلزق هنا كده، ننزق ايه المرايه. نظبطها كده اهي، دي مرايه تبقى جميله جدا لو مرايه حوض، شايفين؟ شايفين يا حبايبي مرايه حوض؟ ماشي، لسه نزوقها مع بعضنا دلوقتي، تبقى مرايه حوض جميله، تحط لها علقه كده او في اي اوضه من اوض هتتزوق نزوقها برضو، هندي لها زواق جميل من هنا وزواق ايه من هنا، بس طبعا لو هي على الحوض تبقى عاليه شويه علشان ايه الكرتون ما يجلوش ميه يبوش كده. يا حبيبي عندي دوائر اهي، ماشي، هعملها الوقت اقصها كده عشان اعملها ايه ورود، ازين بها ايه حوالين المرايه. ماشي يا قلبي حبيبي، هعمل ده كل ايه دوائر. ماشي حبيبي، هقوم جايه لازقه دي كده دوير ما يدور اهي. هفضل الف اهو اهو، هفضل الف ماشي حبيبي لغاية اخر الايه.
معلش المراية ضربة في الكاميرا شوية عشان الإضاءة مع اللمبة ضربة في ال بعد كده يا حبايبي هقوم حاطة الورد ده هنا كده. ماشي يا حبايبي هنا كده. ماشي طبعا هنشيل الشمع ده. شايفين الورد الإضاءة بس عاملة في المراية اهي. بعد كده يا حبايبي هنحط هنا لولي هنا كده. ماشي يا حبايبي والله في الأوضة يعني في الحمام في أي مكان تحفة بصراحة يعني. مراية هي كانت بواقي، هي كانت مراية موجودة مرمية والله هنا كده، قلت استغلها في ايه في نشاط. لسه هنزود دي دلوقتي وتشوف يا حبيبي. ماشي يا حبيبي دشر الستان هنا اهو، هنزود في الجزء اللي تحت هنا كده. وانزل لتحت كده. بعد كده هلزق برضو الجزء اللي فوق ده، هلزق فيه برضو شريط ستان اهو. شلت الشمع اللي جه هنا زايد، شلته بورق بما ينشف اهو، كان فيه شمع جه غصب عني اهو شلته اهو، شيله خالص قبل ما ايه قبل ما ينسى اهو. ابدا ايه ان انا اشيله فرش ايه غصب عني على القماش اهو. شايفين؟ ماشي حبيبي هنبدا ايه نقصقص ايه دي من هنا كده. ودي كمان سبت دي، سبت الستانة طولت لغاية هنا كده عشان تلزق في الكرتونة تدي ايه متانة يعني. بعد كده يا حبيبي رسمة العين اهي وجاية لازقة بالراحة. دي العين التانية والزقها بالراحة هنا ايه. ماشي يا حبيبي وقوم جاية واحدة كده واحدة كده. واحدة جايبها كده شايفين؟ التانية ايه كده والتانية عاملة ايه كده اهي شايفينها. ماشي يا حبيبي عين كده والعين التانية ايه طالعة كده اهي. بعد كده يا حبيبي شفايف صغنونة حدائي كده حطها هنا. ماشي اوكي. بعد كده اقوم جايه ايه عامله ايه خرمه، عامله ايه دايره كده
غيرتين نضيع هنا كده وداير هنا كده شايفين. شايفين شايفين يا حبيبي جمالها. هنا يا حبيبي ده فوم قصيته على ايه زي المثلثات كده، بس انا عايزاه على هيئة شعر. هيئة شعر كده عامل زي الزينة. بعد كده هقوم جاية عاملة رسمة ايه عين. وأقوم جاية أقص ايه العين اهو. بحاول ارسمها اقصها اكبر شوية عن ايه عن اللي انا رسمه. ماشي يا حبيبي اهي هتبقى هنا كده. ماشي ومعاملة دي كده ودي كده عليها. بعد كده العلاقة دي جه خيط اللي هو ده خيط الخيش، بس بقى ايه لفة كاملة. ليه؟ لان ممكن تقوم تكون المراية تقيلة شوية عشان ما تاخدش ايه الحبل وتنسى. ماشي حبيبي هبدأ اللي انا ايه الزق الايه ده هنا كده. عجبكم الفيديو لايك اشتراك تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبيبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحسن مشاهدتكم.